ثم معنا من الاحساء رئيس اللجنه الوطنيه للسياحه بمجلس الغرف السعوديه دكتور عبد اللطيف العفالق. اهلا بك دكتور عبد اللطيف. اذا بدايه كيف يدعم هذا المشروع مكانه المملكه باعتبارها مركز جذب استثماري عالمي؟ اسعد الله مساك والمستمعين بكل خير. أهلا. الحقيقه هذا المشروع هو ترجمه لما أعلن سابقا يعني في عند إطلاق رؤية المملكة 2030 واعتبارها لصناعة الخدمات وبالذات صناعة السياحة أنها محرك اقتصادي حيوي ومهم في المرحلة المقبلة. احنا الآن نشهد خطوات عملية تطبيقية لإحداث هذا التوجه، وكيف أن المملكة أيضا أعلنت أن المملكة ستكون وجهة للاستثمار، وأنها هي النشاط الرئيسي للدولة سيكون الاستثمار. فصندوق الاستثمارات العامة يعني الآن بدأ في يعني سبق أن سمعنا في الأشهر الماضية كذا يعني نشاط استثماري، الآن الاستثمار في صناعة السياحة والترفيه والثقافة والرياضة وفي بناء وجهة جديدة. يعني إذا عرفنا أنه حجم الرياض يعني هي من كبريات المدن العربية، فيها تعداد سكان يعني يتجاوز 8 مليون، وفي نفس الوقت هي في وسط المملكة يعني وهي نقطة الربط بين كل مناطق المملكة، هذا من جهة، إضافة إلى دول الخليج اللي اليوم يقصدون الرياض للاستشفاء والتسوق، ووجود مثل هذه الوجهة السياحية المتكاملة المحترفة حقيقة هذا في إعلان لإطلاق صناعة السياحة بشكل تتبنى فيه الدولة اللاعب الرئيسي. الشيء الثاني هو إيجاد خدمات فتدعم القطاعات الأخرى، يعني فالمملكة بهذه الخطوة ستوجد معايير جديدة للاستثمار في السياحة والإرساء صناعة سياحة محترفة الحقيقة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي فيه دخول صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع داخلية تنموية مستدامة، وهذا أيضا يعني مقصد مهم جدا لنا لاستقرار الاقتصاد السعودي. نعم، شكرا لك. إذا من الأحساء رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية دكتور عبد اللطيف العفالق.